على سفح جبال البيريني ترعرع سيباستيان على يد سيزال وحفيدته أنجلينا. التقى سيباستيان كلبا من البيريني أبيض اللون وسماه بيل. ما أجملك! رغم أن القرويين كانوا يخافون بيل ويعتقدونه شرسا، لم يصدق سيباستيان ذلك، ولأنه يتيم الأم شعر نحو بيل وكأنه صديق قديم. لقد تأخرت، لنذهب إلى المنزل. هل جئت لملاقاتي؟ نعم، أخبرتك كل شيء عن الجبال وعرفت أن له لا داعي للقلق عليك. كنت أبحث عن بال للكلب الأبيض، لكن أنجلينا كانت قلقة جدا وهي تخاف دوما من أن تصاب بأي مكروه. يجب أن نعود بسرعة. أنجلينا تخاف كثيرا. أنجلينا، أنجلينا، أين كنت حتى الآن؟ فتشت عنك كثيرا. كنت ألعب، كنت في الجبل. الجبل؟ منعتك عن الذهاب إلى هناك بسبب الكلب الأبيض الشرس. إنه ليس بالكلب الشرس. ها؟ قل الحقيقة سيباستيان، ألم تلتقي بهذا الكلب الأبيض الشرس؟ كلا، لا أعرف عنه شيئا. سيباستيان، ستندم إذا صعدت الجبل مرة ثانية، لن أدعك تأكل. إذن ما زلت مستيقظا، قل، لابد أنك جائع. إنه من طعام العشاء الذي جهزته أنجلينا. أنجلينا؟ لا يمكنك النوم ومعدتك خاوية، يبدو أنها تعنفك، تعنفك دائما، لكنها تحبك كثيرا يا بني. نعم أنا أعرف. أنا أريد أن أعترف. في الحقيقة التقيت الكلب الأبيض. ماذا؟ كنت تعلم؟ كنت أعرف أن سيباستيان سيذهب لرؤية الكلب، لكني لم أكن خائفا منه. كان كبيرا جدا ونظرته كانت رقيقة، رقيقة جدا جدا. إنه ليس كلبا شرسا. نعم نعم، كلب جبال البرني طيب، إنه لا يؤذي إذا لم يضيق أحد، لا بل إنه يساعد الضائعين في الجبال دائما. أسمعت بيل، أيعجبك هذا الاسم؟ بيل؟ لكن يا سيباستيان، الكوخ يقع على منحدر قوي، لا تذهب إلى هناك وحيدا بعد الآن، قد تتعرض لبعض الأذى، أفهمت يا بني؟ حسنا. هيا نام الآن. نعم جدي. أخذت له بعض الأكل.
الكلب الأبيض الكبير. الكلب الأبيض الكبير. الكلب الأبيض الكبير. نلتقي غدا. حسنا. لا تؤذيني. يا أخي البندقية. إنها في دكان. أسرع اختفى. هل هو خائف منا؟ نعم إنه خائف مني. لنطاردها. هيا بنا. أسرع. ها هو. وجدناه. النجدة. النجدة. لنلحق به. انتظر قليلا، هذه القطعة من اللحم. لكن هذا لن يعلم أحد. سنلقي اللوم على الكلب. فهمت اللعبة. فهمت. أين ذهب؟ عند أسفل المنحدر. ها هو هناك. أرجو. قالوا إن الكلب زار في البلدة لننطق به. هيا هيا. هناك. أرجو. ماذا؟ كلب أبيض كبير حاول أكل طفلي يا سيدي. أمسكوه. أسرعوا. محاولة قتل المجرم كلب أبيض كبير. سرق قطعة لحم. ذلك الكلب سرقها. هل حقيقة الكلب الأبيض سرقها؟ نعم، أفضل قطعة اختفت من متجري. صدقني يا سيدي. أنا رأيته يأخذها يا سيدي. نعم، نحن شاهدان على ذلك. سرقة لحم. السارق كلب أبيض كبير. لا يمكننا العيش بأمان والكلب حول القرية يهدد الجميع. يجب القيام بشيء ما على الفور. أمسكوا به. قضوا عليه. كالمانيول. نعم سيدي. اتصل بدورية الجبل واجعلهم يطاردون الكلب الأبيض فورا. سيباستيان، هل أنت تشاهد الكلب؟ الكلب؟ كلب أبيض كبير من جبال البيريني. أتينا لإمساك به. اليوم حاول قتل طفل ثم سرق اللعب من متجر سيد بودور. لابد أنك رأيته لأنه قد عاش في الجبل. طردوه. الحق به. الكلب الشديد بسيباستيان ملائمان بعضهما البعض. ولد يتيم. اي ماذا تفعلون هنا؟ انه الدكتور جيوم. ماذا تفعلون لو هجمكم الكلب اثناء شجاركم؟ لنذهب من هنا. اوقف يا سيباستيان، ما المشكلة؟ المشكلة انهم دائما يسخرون مني لاني يتيم الام. لماذا للجميع أمهات وأنا من دون أم؟ تركوك لوحدك لأنك دائم الانعزال. الجميع في المدرسة. لن أذهب إلى المدرسة أبدا. لا أريد أن أراهم ولا أن ألعب معهم. توقف سيباستيان. أبدا. سيباستيان. أي ولد سيباستيان؟
ماتت؟ سيباستيان، ماذا تفعل هنا؟ جا؟ نحن ذاهبون لملاحقة الكلب الأبيض والقبض عليه. هل ستطلقون النار عليه؟ نعم، يجب أن نقتله. اليوم هاجم القرية واعتدى على البعض. هذا كذب، بل لا يهاجم القرية. بل تعني الكلب الأبيض؟ كلا، أنا لا فقط. لقد شاهدته، التقيته، أليس كذلك يا سيباستيان؟ جون. نعم سيدي. اصغي إلي يا سيباستيان، الكلب الأبيض كلب شرير لا تدنو منه. اذهب فورا إلى المنزل، هل فهم؟ إلى اللقاء. لا، لم يعد إلى المنزل بعد، لماذا؟ ليس بعد، غريب، طلبت منه العودة فورا. عندما التقيت سيباستيان منذ مرهة طلب مني عدم قتل الكلب. ربما ذهب للبحث عنه، يبدو أنه مهتم به كثيرا ومتعلق به. ماذا سيفعل سيباستيان إذا هاجمه الكلب الأبيض؟ لهذا السبب قلت لسيباستيان ألف مرة، جان أرجوك ابحث عنه، أسرع. سأفعل، سأذهب وأبحث عنه. جدي، دعي الأمر لي، فأنا أعرف أين أجده. جدي كن على حذر. أعرف أعرف، سأعود للحاق بالدورية. إلى اللقاء. سيباستيان. لا، انتظر يا سيباستيان، لقد كبرت، تعبت حتى استطعت اللحاق بك. ما اسمه؟ ما اسم الكلب الأبيض؟ إنه بيل. صحيح، بيل. اعتقدت أنني سأشاهد بيل أيضا وأنا أتبعك في هذه الجبال الوعرة. تأخر سيباستيان، ماذا جرى له يا ترى؟ سيباستيان، إنني أسيء إليك بمعاملتي اللطيفة، سوف أكون صارمة معك، سأعاقبك، سأضربك، دكتور كيان. ولماذا تردين معاقبتي وضربي؟ آسفة دكتور، اعتقدت أنك سيباستيان. نعم. حسنا، أرجوك تفضل. شكرا لك. آنسة أنجلينا، أنا آنسة أنجلينا، أريد أن أتكلم معك. تريد التحدث معي؟ نعم يا أنجلينا، ولأمر هام جدا. هل الأمر يتعلق بي؟ أعتقد ذلك، وقد يزعجك بعض الشيء. إنه بخصوص سيباستيان. سيباستيان، ماذا جرى له؟ هل تعرض لأي حادث؟ كان يتشاجر مع البعض منذ برهة، والسبب أن ليس له أم، والأولاد يسخرون منه دائما. أنجلينا، ألم يحن الوقت لإطلاعه على الحقيقة؟ لقد نضج ويجب إعلامه بواقع أمره. بال، انتظر يا سيباستيان، هذه هي الحدود،
لا تذهب من هذه الناحية، فهي الحدود بين فرنسا وإسبانيا، ولا يمكنك عبور الحدود بحرية، بالإضافة إلى أن هذه الطريق قديمة وخطيرة. لنذهب إلى الكوخ المأوى. حسنا، كن حذرا. هيا. بل ليس هنا. أين اختفى؟ لقد مشينا كثيرا، سيجدنا إذا بقينا هنا. هل سيأتي فعلا؟ نعم سوف يأتي قريبا. أكيد. أجل أرجوك جدي حدثني عن أمي. اجلس وسأخبرك. أريد أن أعرف كل شيء. ولما هذا الإصرار يا بني؟ حتى لا يسخر مني الأولاد لأني يتيم. ربما آن الوقت لكي تعرف الحقيقة كاملة يا بني. منذ 7 سنوات كانت تثلج هنا، كنت عائدا إلى المنزل بعد صيد الثعالب. التقيت بامرأة. ماذا تفعل هذه المرأة في يوم مثلج كهذا؟ كنت قلقا. ماذا حصل؟ كنت قلقا جدا. سيدتي هل أنت بخير؟ كانت باردة كالثلج، كانت ستموت لو تركتها في حالها هذه. أخذتها إلى الكوخ. كيف تشعرين الآن؟ بإزعاجك أنا بخير الآن شكرا. لا إزعاج، ما هو اسمك؟ اسمي إيزابيل. من أين أنت قادمة؟ مارسيليا، أنا من أفراد فريق كارلوس. لكن ماذا تفعلين في جبل كهذا وفي مثل هذا الطقس المثلج؟ شكرا. يسعدني مساعدتك، فإذا كنت بحاجة. سأرزق طفلا وأنا لا أجد مأوى. إيزابيل كانت امرأة غجرية. ما معنى غجرية؟ الغجر يشكلون فرقا تنتقل للغناء والرقص في جميع أنحاء البلاد. إيزابيل كانت واحدة منهم، تزوجت من فنان في إيطاليا وانفصلت عن الفريق للعيش معه. إنه والدك. لكن بعد مضي 2 عامين على ذلك الزواج توفي والدك بسبب المرض، فانضمت إيزابيل إلى الفريق الغجري مرة ثانية بعد أن عانت ما عانت. عندها اكتشفت أنها حامل، وحسب قوانين الفرقة كان يجب أن تلد الطفل بمفردها، فأتت إيزابيل إلى الجبل لتلد طفلها، فأضلت الطريق ولم تلتقي من يساعدها. لقد انتهى الأمر. إنه طفل جميل، انظروا إليه، إنه صبي. أليس ولدا ظريفا؟ أطلقنا عليك اسم سيباستيان تيمنا بجدك لوالدتك. لا
تسمح قوانين الغجر بالزواج من الأغراب ولا تسمح بإنجاب الأولاد منهم، فإذا علموا أن إيزابيل رزقت بولد سيتركونها لوحدها وتصبح دون أي معيل يهتم بها وبالولد. سأعود لأخذه عندما يتفهمون وضعي، حتى ذلك الوقت أرجوكم أن تعتنوا به. لا تقلقي يا إيزابيل، اطمئني على ولدك. سأهتم به جيدا. كوني حذرة. سباستيان ولدي انتظرني، سأعود لأخذك يوما ما. منذ ذلك الحين وتسأل عني؟ سمعت أنها تعمل مع الفرقة في إسبانيا. في إسبانيا؟ وعدتني بأنها ستعود بعد أن تكون قد كبرت واتفقت بخصوصك مع الفرقة. إذن أنجلينا ليست أمي وأنا لست يتيمة، لن يسخر مني أحد. ولكنها تحبك كأمك. أين أنت ذاهب؟ سأذهب وأحاول إجابة بل في الخارج. سأخبره بأن لي أما لست يتيما، لست يتيما. بل هذا أنت؟ Thank you.